بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مرة تانية مع دايرة التحكم في شدة الإضاءة أو التحكم في الجهد العمومي. احنا رجعنا تاني للدايرة ديت عشان في مجموعة ملاحظات كده أنا عايز أتكلم عنها. مبدئيا يعني في حد من الإخوة معانا في الجروب علق على فكرة إن هل التباك ما بيديش 0 فولت. طبعا أنا اكتشفت إن التباك في مشكلة عندي وفي تسريب، فتعال نشوف كده إيه المشكلة ديت. احنا مبدئيا هنشغل الدايرة اهيت، احنا طبعا هبدأ ان انا اقلل شدة الاضاءة والاحظ معايا الفولت. شدة الاضاءة بتقل طبعا، بس الفولت برضه ما بيقلش، ما بيوصلش لايه، لصفر ايه، لصفر فولت. ولو ركزنا برضه في السيسكوب هنلاقي نفس الايه الفكرة. طيب احنا مبدئيا كده طبعا زي ما احنا اتفقنا في البداية، اول لازم تكون حريص جدا او حذر جدا وانت شغال في الدائرة ديت، بحيث ان هي بتشتغل مع جهود عالية وممكن تسبب لك مشكلة جامدة جدا، فلازم تبقى حريص ان انت واخد احتياطات الامن. مبدئيا ان انت تكون واقف على مكان عازل، مبقاش تحت واقف على مثلا على الارض او كده، وفي نفس الوقت يبقى انت بتحاول تشتغل على وصله زي السيريال، بحيث ان انت تستفاد اي خطا ممكن يحصل معاك. احنا مبدئيا طبعا هنفصل الايه الجهد القوابع عن الدايره، وانا عايز بس اشيل الايه الدايركتور، هشيله من مكانه. لما شلته ابتديت ان انا طبعا هشغلها تاني اهي، لاحظت ان فعلا اللمضه ما زالت منوره معانا، وطبعا ده في عمليه تسريب في الدايود في الدايوك، وطبعا ده في التراك انا اسف، ومع ذلك اللمضه شالت معانا، وده طبعا علميا كلام مش مظبوط. طيب احنا هنبدا طبعا انا هبدا ان انا استبدله بواحد تاني، هفصل برضه الكهرباء مره تانيه، لازم اكون حريص جدا وانا شغال، واشيل طبعا الدايركت دوت، وخلي بالك ان هو ليه اتجاه، يعني هو قطبي تقدر تقول عليه كده. وهنبدا نركب طبعا الدايركت تاني اهو، وابدا اشوف الملاحظات بتاعتي، ابدا طبعا اشغلها تاني. بس ممكن يكون في مثلا خطأ في التوصيل ولا حاجة، بس نتأكد ان التوصيلات مظبوطة. تمام كده انا هبدأ، ادي عندي اللمبة طبعا نورت، وهبدأ الاحظ بس معايا الفولت معايا، حتى ممكن نلاحظه على التلسكوب اهو، الفولت بيقل معايا 130 72 لحد 0 فولت. انا بس ملاحظ ان في مشكلة هنا في القراية، بس هنطفي ده ونفتحه تاني كده. يعني مش هعتمد عليه في القراية عشان ممكن يكون بس هو في مشكلة. هرجع تاني للمقاومة اهي، بقلل الجهد، ادي اللمبة طفت نهائي اهيت، وهبدأ اشغلها تاني اهي، اتحكم في شدة الاضاءة بتاعتها زي ما انا عايز. عايز بقى تلاحظ معايا السبسكوب الرسمة كانت فيه عاملة ازاي. دلوقتي هو انا عندي الموجة اهيت، ابتدت الموجة الزاوية بتاعتها بتضيق، تمام، الجزء الأفقي والجزء السفلي من الموجة. الترانزستور أو اللي نقدر نقول عليه اللي هو التباك الأولاني، كان فيه مشكلة إن الجزء العلوي من الموجة بيظهر والجزء السفلي من الموجة مبيظهرش،
ده دليل ان طبعا دي طبعا او نقدر نكتشف من خلالها ان كانت الارتباك ده شغال بشكل سليم او غير سليم، ونقدر نحكم عليه ان كان شغال سليم او ايه غير سليم. يبقى انا عندي ملحوظه مهمه جدا، ان من خلال الرسم البياني اللي قدامي على التلسكوب اقدر احدد هل الارتباك ده شغال بصوره صحيحه ولا بصوره ايه غير صحيحه. لاحظ معايا الفولت اهوت ادي 200، ادي 170، 150، 55، 14 فولت، والحد ايه موصله ل 0 فولت، اللي هو تقريبا 0 فولت. تمام. طيب ملحوظة برضو انا عايز اتكلم عليها، ان التباك ده في منه طبعا انواع كتير جدا، وفي قدرات مختلفة في التباك اللي احنا بنستخدمه ده. قدرته واحد امبير، او الامبير بتاعه 1 امبير، القدرة بتاعته حوالي 400 واط. في طبعا انواع تانية، انا عندي نوع تاني اهوت ممكن نشوفه، بس طبعا تعالى نفصل برضو الكهرباء عشان اشتغل بشكل سيفتي اكتر. التباك اهو عندي تاني اهوت، الاولاني ده بيتحمل لحد 1 امبير، التاني بيتحمل تقريبا لحد 8 امبير. الدائرة دي طبعا ان شاء الله زي ما اتفقنا بكده احنا هنستخدمها في اكتر من استخدام، منها التحكم في شدة الاضاءة زي ما احنا شايفين كده، ومنها ان انا ممكن اتحكم في الكاوية العادية بتاعت اللحام، ان انا استخدم الكاوية ديت بدل ما تبقى هي درجة حرارتها مثلا، هي الكاوية دي المفروض ان هي 40 واط، لا انا هقلل الوات بتاعها شوية، لان في بعض البعد الخفيفة اللي ما بتتحملش اللحام، فاحنا هنقلل الوات بتاعها شوية بحيث ان احنا نقدر نستخدمها في اكتر من نوع من انواع اللحامات او كده. تمام. وفي فكرة تانية جات لي كده ان شاء الله انا ناوي اعرض المخطط بتاعها، ان احنا ليه ما نستخدمش التراك ده في ان احنا نعمل باور سبلاي يغذي يعمل تيار، يعني باور سبلاي تيار مستمر او متردد نغذي بيه الاجهزة. يعني هي الفكرة ان شاء الله انا هعرضها وضع بالمخطط بتاعها على الجروب قريب. وتقريبا دي الملاحظات اللي انا كنت يعني عايز اتكلم عنها، وشكرا لكم، واتمنى ان القاكم في مشروع اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.